بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعد اليوم كانت الدورة الاستثنائية، كان تصويت على بعض النقاط ديال النقل المدرسي حول باش ناخذ واحد ثلاثة سيارات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. نعم. وبعد ذلك تم التصويت على رؤساء ديال ممثلين بعد ديال مثل الرميد وديال صندوق التجهيز الجماعي. طيب، غير بغينا من خلال هاد الدار تقربونا ان شاء الله من انتظارات ديال الساكنه ديال المناصر. حنا كنخدموا جاهدين، حنا والناس اللي معنا، يعني المستشارين الجماعيين. نعم. باغي نحقوا التنميه لهاد الجماعه تاعنا. نعم. وكما كتعرفوا راه كاين نقص في البنيه التحتيه، وعندنا نقص في بالنسبه للكهرباء، ضعف الكهرباء. نعم. الكهرباء وكذلك الصحه الشكل ديال الطرقات، المسالك ديال الطرقات. ان شاء الله كاين شي برنامج؟ عندنا برنامج ديال باش ان شاء الله 48 كيلومتر ولا 50 كيلومتر ان شاء الله غادي يتم ان شاء الله العمل عليها. العمل عليها ان شاء الله تكرسنا الحل مع العماله باش نعم يتم الحزم في هذا الموضوع. شنو الرساله توجه للساكنه ديال المناصره بعد الفوز ديالهم؟ كنوعدهم ان غادي نكونوا جنود مجندين وراء صاحب الجلاله نصره الله، وغادي نخدموا الساكنه بكل صدق واخلاص. حفظكم الله ورعاكم. كعبوش مصطفى، رئيس جماعه المناصره. خليكم قناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدورة كانت استثنائية تخص ستة نقاط، من كاين ثلاثة نقاط اتفاقيات مع بعض الجمعيات المحلية في خصوص النقل المدرسي، وكاين ثلاثة نقاط تخص ممثلين الجماعة. النقطة الأولى كممثل جماعة في الفيك صندوق جماعي للزيز، والنقطة الثانية الرميد، والنقطة الثالثة ممثل الجماعة في مراجعة اللوائح الانتخابية. إن شاء الله نحن نطمئن الساكنة بصدق وبأمان، إن شاء الله نحن في التوجه ديال التنمية والإصلاح، ولو يعني المجلس يخدم بجميع الأجهزة ديالو إن شاء الله في يعني باش نحاولوا نساهموا في التنمية ديال المنطقة. البداية كما قلت حسنة إن شاء الله. الطريق رقم 4201 بدا فيها واحد الترونش ديال من القنطرة ديال الولاد برجال للدورة ديال الولاد برجال. نعم. وإن شاء الله ثاني كاين أمل كبير باللي غتصيب الطريق من الدورة حتى الكريز. نعم. وكاين ترونش ثالث من الكريز للقنطرة ديال سقمط. نعم. يعني هذه بداية موفقة إن شاء الله، ونتفائلوا خير إن شاء الله. وكاين مشاريع كبرى جايه ان شاء الله في الطريق ان شاء الله. طيب. نحن في الانفتاح والتواصل دائم مع الساكنه، وباغي نشتغلوا بالقلب الكبير وشخص العوين. كل شيء يجي يساهم وتيبغي شويه وتيسولونا واش تشركوهم ان شاء الله. اي مرحبا، نحن يدنا مفتوحه، احنا في جميع المجتمع المدني في الساكنه، في يعني في احنا في جميع المجالات. المناصره راه كانت رائده بالمهرجانات ديالها. نحن مستعدون، هذا الشيء يرجع ان شاء الله بعد كوفيد ان شاء الله. لان الحاله طارئة مع كوفيد، وان شاء الله احنا مستعدون نرجع في المهرجانات الثقافيه والرياديه، واللي ما يعني نمشيو في الاتجاه ديال دار الشباب. احنا بديره خدينا واحد بديره باش نصلحوا دار الشباب باش يعني الناشئه والجمعيات بدات تشتغل. نعم نعم. الله يوفقكم. شكرا لكم. تبارك الله. شكرا شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.